بداية من 1 جانفي 2013 سوم الطابع الجبائي اللي هم العقود والكتابات والوثائق الإدارية زاد، ولا التونسي اللي باش يعمل بطاقة تعريف ولا بطاقة عدد ثلاثة ولا شهادة جنسية يشري بثلاثة دينارات، وفي سودة ما باش يعاود بطاقة تعريفه في حال ضيعها ولا إتلافها يدفع 25 دينار. وبالنسبة للباسبور الطابع ولا سوم 25 دينار للطلبة والتلامذة والصغار أقل من 7 سنين و80 دينار للبقية، وكيف يضيع ولا يقع إتلافه 150 دينار. بالنسبة للطوابع الجبائية اللي تخص الكراهب نلقاو شهادات الفحص الفني اللي تثبت صلاحية الجوالين 10 دينارات، شهادات الفحص الفني الثلاثية اللي تخص سيارات التاكسي اللواج والنقل الريفي واللي عمرها أكثر من 10 سنين 5 دينارات، أما وثائق جوالين البضائع وإلا رخصة جوالين السيارات 3 دينارات. مع قانون المالية هذا نحكي زادة على ديزامبو جدد، مثلا نلقاو أمبو قيمته 2 دينارات يدفع كل مقيم بالمؤسسات السياحية عمره أكثر من 12 عام على كل ليلة يعديها، وهذا بداية من أول أكتوبر 2013. الكراهب الخاصة والكراهب المزدوجة مع أول تسجيل بسيري تونسي عليها أمبو قيمته 5 ملايين، وعلى شرط أن الكراهب تكون سعة استوانتها أكثر من 2000 سنتيمتر مكعب بنزين وأكثر من 2500 سنتيمتر مكعب زيت ثقيل، مع استثناءات منها كراهب قطاع النقل العمومي كما اللواجات التاكسيات وكراهب النقل الريفي، كيف الملاهي والملاهي الليلية اللي مش تابعة لمؤسسة سياحية والمطاعم المصنفة والقهاوي صنف 2 وصنف في ثلاثة ولي سالون دو تي ومحلات صنع المرطبات مطالبين ب1% من رقم المعاملات خالية من أي